وجتها الوظيفة، أبغاك تحدثنا عن الموضوع. أي والله هذه يمكن في متوسط عمري، يوم اللي تخرجت من الجامعة طال عمرك قدمت على الوظائف وقبلت، لا جلست لي سنة أو سنتين وبدأت مصنعي صراحة اللي هو مريون نوري طال عمرك الزي الواحد، جبت لي عمال اثنين وجلست معهم وقمت أشتغل معهم وأروح وأجي، بس ما كنت أعطيها الجهد القوي، ما توقعت يعني في يوم من الأيام أني أطلع، لكن الحمد لله قاموا يجيبوا لي فلوس وقمت أشتغل ومعهم وأرسل المدارس وأجيب عقود وأجي وأروح الحمد لله. فقدمت على التعليم وعينوني طال عمرك في الحدود الشمالية. الحين أنا يعني عندي مصنع صغير ومدخل لي أكثر من راتبي، كيف أنا الآن أروح أترك شغلي اللي أنا بنيت السنوات واروح في 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 الحدود الشماليه؟ ووالدتي حتى عندي وكانت تعبانه شوي، وترى الوالده والله العظيم انها من سر نجاحي صراحه، يعني لا تقول لي اني تعبت ولا اجتهدت، لكن والدتي انا ثنيت الركبه عندي صراحه، والحمد لله والله اني اعد نفسي يعني 90% من نجاحي والدتي الله يغفر لها ويرحمها، وكانت تدعي لي كثير وانا جالس عندها، وبعض الشباب الله يهديهم اليوم تلقاه يجلس عند والدينه يبغى الرزق، ولا انت تنتظر من والدك الرزق؟ هذا شيء واجب عليك، وصدقني في جلوسك مع والدك وتعبك معه بتلقى النجاح. وبهالقصة يعني بهالمناسبة في قصة طريفة جدا يعني الواحد من الأخوان ذكرها لي. إيش يقول فيها؟ أي بخصوص بر الوالدي. القصة هذه طال عمرك في واحد زارني وقال أنا كنت موظف وكثرت علي الديون وأهلكتني وزوجتي عندي، أهلكتني الديون راتبي ما عاد يبقى من شيء. والله أمير يوم إني شفت إني ماني منتج في الوظيفة ولاني بقد العمل ولاني بمضيف شيء، وأتوكل على الله يقول وافصل وأروح للبيت لوالدتي، عند زوجته وعنده عياله، وراح قال أنا لازم أشوف لي حل هالمشكلة اللي أنا فيها. يقول لما جيت والدتي وجلست عندها جلسنا كم يوم، قلت أنا بتجه رب العالمين وبروح المكة، ما عاد عندي إلا الله سبحانه وتعالى أطلبه، وفعلا لجل العزيز الحكيم ورزقها الله سبحانه وتعالى. يقول رحت المكة واعتمرت، يوم اعتمرت لا فيه الشيخ ما شاء الله اللي يطوف على الكعبة، يقول وأنا أقرب منه وأنا أمسك بشتي قلت تكفي الشيخ، أنا الدنيا سكرت في وجهي ولا عاد عندي أي شيء أعتاش به ولا أعيش به ولا أي شيء شف لي أي حل من الحلو. قال وش مشكلتك؟ قال الوظيفة طردت منها وتركتها وعيالي وخليتهم على الله، وهالحين قال والدينك حيين؟ قال والله والديني طال عمرك الوالد متوفي والوالدة موجودة. قال بس الزم والدتك وتبتلقى الخير عنده. قال كيف؟ قال أقول الزم والدتك وبتلقى الخير عنده. الله أكبر، والله ما كذبت عليكم، يعني هذا الحرف الواحد اللي صار. فسبحان الله العظيم لزم والدته عن حق وعن حقيقة، يقول ثنيت الركبة عند أم أوديها وأجيبها، وبدأ يشتغل ما خلى نفسه، وسبحان الله طلع من تجار البلد. لا إله إلا الله. بهالبر ولما صدق مع الله وصدق مع والدته، بدأ يشتغل ويروح ويبيع ويشري ويرجع لوالدته ويأخذ أمه معه ويجيبها معه وعين الأم في كل شيء. فسبحان الله العظيم يعني من الناس اللي فتح الله عليه. ما شاء الله تبارك. ويقال إنه رأى رؤية بعد المنام الشخص هذا بعد ما نجح والحمد لله، يقول توفيت والدتي حتى والدته يقول ما يغسل ملابسها إلا هو الولد، لأن عندهم في البيت ومن بيئة فقيرة هم. فيقول لا نمت الليل بعد أمي الله يغفر لها وأشوف يديني، لا تقول نجفعت وقمت من النوم. يقول والله يا أبو نواف إنها ثلاث ليالي اللي تكرر علي الحلم هذا، يعني ما أدري وش أحوالي، زينة وأنا زين وأمي، بس أنا مكدس أمي والله ما يغسل ملابسها إلا أنا. والله ما يقول أسأل هاك الشيخ وعلمه، قال والله أنت ما شاء الله أنت وش أنت مقدم عمل أنت، إحنا نبغى نصير زيك. قال والله ما عندي شيء إلا كان والدتي أنا اللي الظاهر اني اثرت عليكم شيء يا ابو لا والله اي اللي 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 كنت اغسل ملابس محتاجه والله جميعا. فسبحان الله العظيم هذه من سبل التوفيق. اللهم لك الحمد. انا انصح الشباب الله يعطيهم العافيه في الجد والاجتهاد، وبالعكس ترى التجاره فيها 19 رزق ولا يتهاونون ويستشعرون